أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. وأتوب إليه من عظيم جرمي وإسرافي على نفسي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ليلة الجمعة من شهر رمضان ليلة تفتح فيها أبواب السماوات بالرحمة، ليلة يهبط فيها ملك من الملائكة ينادي ألا من مستغفر لذنبه، ألا من تائب إلى الله ليتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك في هذه الليلة ونتوب إليك من كل ذنب عظيم، فيا عظيم يا عظيم اغفر لنا الذنب العظيم. أيها الإخوة، شقي من يخرج عنه هذا الشهر ولا يخرج بغفران ذنبه، شقي من يفلس من رحمة الله، شقي من لا يفوز بغفران الله. فلنجدد التوبة ولنلح في الدعاء لعل الله يقبلنا، لنكن من أولئك القوم الذين يقول عنهم أمير المؤمنين أما الليل فصافون أقدامهم للعبادة. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدم ينهمل. لنكن كأمير المؤمنين صلوات الله عليه
يقول نوف البكالي: كنت نائما في الرحب، أي في ساحة المسجد مسجد الكوفة، وإذا بي أرى أمير المؤمنين قد أتى للصلاة والذكر والدعاء. قال لي: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق، أي مستيقظ. قال لي: يا نوف، هل بكيت لله في هذه الليلة؟ قلت له: بلى. قال: يا نوف، إن لنا بين يدي الله موقفا عظيما، لا تخفى علينا، لا تخفى عليه خافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور، يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا نور، يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا نور، يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء،
اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي. هذا كلام أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يعص الله طرفة عين أبدا، فكيف حالنا نحن ونحن نحتطب على ظهورنا أثقالا من الذنوب وأحمالا من المعاصي؟ لكن من يعترف أمام الله بصدق يغفر الله له؟ إلهي ظلمت نفسي، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني ولا تفضحني ولا تفضحني يا إلهي بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي
ربي من لي غيرك. إلهي وربي من لي غيرك. أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك. وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. إلهي كيف لي بتلك النار التي سجرتها لغضبك وهي ترمي بشرر كالقاصر؟ فارحم ضعف بدني يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك؟
ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك. ورد في الخبر أنه إذا كان يوم القيامة وحشر الخلائق للحساب فيؤمر بمن يؤمر بهم إلى الجنة ويؤمر بمن يؤمر بهم إلى النار. عندما يؤمر بجمع إلى النار يتوقفون قليلا فتأتي ملائكة العذاب. أجارنا الله وإياكم شر ذلك اليوم فيسوقونهم سوقا عنيفا إلى النار فينظرون إلى الخلف متوقفين متسائلين فيقول الباري عز وجل ما حاجتكم وما تريدون؟ يقولون إلهنا ما هكذا الظن بك؟ ما ظننا أنك ترسلنا إلى النار؟ فيأتي النداء من الجليل سبحانه وتعالى اذهبوا بهم إلى الجنة لأنهم أحسنوا الظن بي. إلهنا ما هكذا الظن بك أن تعمر بنا إلى النار ألا تغفر لنا ذنبنا بعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائع وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها
وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث
المستغيث يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما
لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي
نسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي
فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني من شر الجن والإنس من أعدائي واكفني شر الجن رجائي واكفني من شر الجن والإنس من أعدائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رسوم عليه الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا أزور سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين يا نور المستوحشين في الظلام كنت حاضرا في ظلمة ذلك الليل تؤنس وحشة زينب الكبرى عندما صلت صلاتها تلك الليلة إلى جانب جسد أخيها صلاة الليل من جلوس. ورد في بعض الأخبار أن زين العابدين رأى عمته زينب تصلي صلاة الليل من جلوس قال لها عم زينب دأبك تصلين صلاة الليل ولكن لماذا من جلوس هذه المرة؟ يعني عادتك انت تصلي صلاة الليل لكن اشمعنى هذه المرة من جلوس؟ عم زينب اراك تصلين صلاة الليل من جلوس. التفتت اليه دمعتها في عينها يا ابن اخي وهل ابقت المصائب لعمتك من قوة؟ فقد الحسين وفقد أبي الفضل فقد أولاده فقد الرجال فقد الحماة هل يبقي لها قوة؟ أكملت صلاتها ثم رفعت ذلك الجسد إلى السماء قليلا اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد. بدأت تبث أخاها نجواها وشكواها يا خوي علي الليل هو يعني حل الليل وحلت الوحشة والظلمة خوي علي الليل علي الليل هو وانا غريبة وما لي حد اي والله انا غريب وما يا لي حال بمن القلب يضمد ابن والد العباس ما رأت يا والله ابن والد العباس ما رأت والحسين والحسين هل عندي مدد أحسين بعدك لا هنا عيشون. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجيه وجدي وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم وفرج عنا يا الله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا تقبل منا أعمالنا وتقبل عمل المؤسسين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين
إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.